بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء، أينما كنتم على بركة الله وتوفيقه ينطلق حفلنا الكريم. شوط السيف الذهبي، شوط سيفي يا سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. الله الله على هذه المسيرة، على هذا التحدي في ميدان التحدي، مع أن الميدان هو ذات الميدان، والمكان هو ذات المكان، والزمان هو ذات الموعد السنوي المتجدد، ولكن المناسبة وعنوان الشوط يبقى لكل منهما بريقه، وكيف لا، وعنوان الشوط هو شوط السيف، ولكن السيف عندما يقترن باسم سيدي أمير البلاد المفدى يكون سيفا لا كباقي السيوف، سيف تتطلع إليه الأنظار بعد انتظار، وتتوق النفوس للظفر بشرف حمله. بدأ التمايز واشتدت العزائم، أجدد لكم التحية والترحيب في ميدان الشحانية، حيث تتسابق الأصايل في داخل الميدان وفي خارجه سباق بين عزائم الرجال. يا سلام، شوط السيف بمشاركة 37 اسما نجوما الآن سطعت في ميدان التحدي وسط هذا الحشد الكبير من الجماهير الغفيرة التي جاءت لمتابعة هذا الشوط التاريخي. أبدأ مباشرة مع مقدمة هذا الشوط لأجد الصدارة، أجد الانطلاق مع وجد من أوجدت لنفسها مكانا في موقعة هذا المساء وفي موقع الصدارة. تتقدم وجد بالشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، يقودها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي المركز الثاني. تحضر كيف في شوط الكمية والكيف، كيف إذن تحتل المركز الثاني بالشعار الأحمر، الشعار الخطر، شعار هجن الرياسة يضمرها المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثالث. أجد وأتعرف على حكمة من تحتل ثالث المراكز لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الرابع اللي تسللت الآن وانطلقت إلى المركز الثالث، الواعية الواعية لأهمية هذا الحدث، واعية ومدركة لخطورة هذا الموقف، الواعية غيرت وانتقلت إلى المركز الثالث لهجن الشحانية، يقودها المشاغب محمد بن خالد العطار. أما المركز الخامس فالتعرف هنا على كواكب من تنطلق هنا في مجرات التحدي، في مجرة الناموس، هذه كواكب لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات، يقودها في التضمير بارع المضمرين عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيالي. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى، انتهينا من مرحلة التدقيق الأولي على المراكز الأولى في شوط الذهب، في شوط التفرد والتميز، شوط فيه تحدي للطامحين. الله يا كيف، كيف هناك على المركز الأول الشعار الأحمر، الشعار الخطر يفرض سيطرته على مقدمة هذا الشوط، يقدم لنا هذه الأيقونة على الصدارة، تتسنم الصدارة، تتسنم موقع السمو والرفعة. هناك كيف لهجن الرئاسة، التضمير مع المستحيل، راشد بن محمد بالسم المنصوري المركز الثاني. أتابع الواعية، أنطلق مع الواعية، تحضر بالشعار الأدعم هجن الشحانية، تقدم الواعية، يقدمها لنا المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. حكمة على المركز الثالث، تنطلق حكمة، تتحرك أيضا وهي اسم عملاق، اسم تاريخي، هذه حكمة لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يقودها الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. العاصفة
الآن بدأت تقدم كتيبتها الأصيلة، بدأت في المناورات، بدأت في محاورة هذا الشوط من أجل الوصول إلى السيف الذهبي. وصلت هذبة الآن، انطلقت هذبة لهجن العاصفة، اسم عملاق أيضا. تتحرك هذبة في المنافسة الرحبة لهجن العاصفة. الواثق حمد بن راشد بن غدير يتابع هذبة. أما المركز الخامس تتقدم إليه شوشرة لهجن العاصفة، أيضا حمد بن راشد بن غدير الكتبي. تسلل ودخول من غبة، الله الله، أسماء عملاقة، أسماء كبيرة، أسماء خطيرة. هذه غبة لهجن الشحانية يقودها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أعود من جديد إلى بداية الركب، إلى هذا الموكب المهيب. حصل تغيير، حصل دخول، الآن غبة تقود المسيرة بكل رصانة، بكل متانة تستملكها. يساعدها في ذلك طيب أصلها وشدة بأسها. في أيام كمثل هذا اليوم، قربوا لليوم هذا، من لها الميدان يشهد فعلها قد ذاع صيتا. سهمها في الشوط يسعد، كلما اشتد التنافس كلما زادت تتجدد. الله الله الله، تتجدد الأصايل، يتجدد العطاء، تتجدد هنا مشاهدين الكرام في عطاء لا يهدو ولا ينفذ. المقدمة مع غبة لهجن الشحانية العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي يطلق لنا غبة على المركز الأول. المركز الثاني هنا هذبة، الله، غبة وهذبة، هذبة وقبة، أسماء تاريخية، عملاق هذا الشوط. الله الله الله، هذبة إذن على المركز الثاني. في مركز الوصافة تقتفي أثر غبة على المركز الثاني، هذبة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي مضمرا لها. المركز الثالث تصل هنا شوشرة لهجن العاصفة، التضمير حمد بن راشد بن غدير الكتبي. أما المركز الرابع تتحرك فيه أسيل، الله الله، أسيل تتحرك على المركز الرابع لهجن العاصفة حمد بن غدير في التضمير. حصل دخول على المركز الخامس، بدأت الآن نفحة تنطلق، هجن الرياسة اسم كبير في عالم السباقات يقدم نفحة لتأخذنا بنفحاتها الأصيلة إلى المركز الرابع. هجن الرياسة تقدم نفحة يقدمها البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. يا سلام يا سلام، وصلت الآن وانطلقت مشاهدين الكرام، اسمحوا لي، وصلت المعجزة، وصلت الجزيرة. الله الله، جئت فجاء المجد نحوك طائعا متسائلا عن آخر الأخبار. قالت أنا للسيف دوما جاهزة، السيف سيفي والقرار قراري. تقف الجموع ترقبا وكأنك بين الحشود كفارس مغواري. تتقدم المعجزة، تتقدم النادرة لتسيطر الآن على المركز الخامس. عودة إلى الصدارة، عودة إلى غبة، عودة إلى هذبة. منافسة هنا أو هناك، قمرية، قمرية على الصدارة، قمرية على المركز الأول. يا سلام يا سلام، الليلة قماري بنسري مع الساري. قمرية إذن على المركز الأول لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. إن سئلت عن الموقع، كيلوين متر، كيلوين متر عن النهاية. قمرية إذن أقمارها هناك ترصد السيف، وتنطلق قمرية مع المركز الأول. المركز الثاني غبة، هجن الشحانية. المركز الثالث وصلت الجزيرة، الله يا الجزيرة، يقودها العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع هنا تتحرك ظن أيضا لهجن الشحانية مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. المركز الخامس أيضا وصلت أخت الجزيرة، تنتمي إلى بيت دعائمه أعز وأطول، بيت تحت بالجزيرة بفنائه تحت بارتياد. وصلت خود هجن الشحانية مع العملاق الكبير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. اقترب هنا من لحظات الحسم، من لحظات العنفوان. السيف
السيف السيف السيف السيف. قمرية على الصدارة، قمرية على المركز الأول، الجزيرة على المركز الثاني، ظن على المركز الثالث، المركز الرابع عسيل، المركز الخامس خود. هجن العاصفة، هجن الشحانية، وجها لوجه مع اقترابنا من دخولنا إلى الكيلومتر الأخير، كيلو الحسم كيلو القوة. نشارف الآن على الدخول إلى هذا الكيلو الصعب، الكيلو الذهبي. الله الله. إذن قمرية على الصدارة، هجن العاصفة، قدمت قمرية ولكن هجن الشحانية شكلت الضغط، شكلت الخطورة. وصلت الجزيرة، وصل الظن، أسيل على المركز الرابع، المركز الخامس خود. هجن الرياسة أيضا تدفع بشديدة على المركز الخامس، هجن الرياسة، محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، عودة إلى الصدارة. تحركت الآن، تحركت الأصايل، أسيل الآن، أسيل على الصدارة. الجزيرة في المركز الثاني إلى المركز الأول، لا تعرف المركز الثاني، لا تعرف المركز الثاني، تعرف المركز الأول، تعرف المركز الأول. الله الله. السيف الذهبي، السيف الذهبي، مع المعجزة، مع التاريخية التي لا تعرف إلا الصدارة، لا تعرف إلا إهداء سيدي أمير البلاد المفدى، الرموز في كل حين. السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، يمسي في الشحانية، يمسي في الشحانية. هذه المعجزة، هذه النادرة. التاريخ، التاريخ يرحب بالمعجزة وأرحب بالمعجزة. سلام يا سيد الأمير، سلام سيد الأمير الوالد، مشكور يا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، وتوقيت ممتاز. سلام سلام سلام. تهانينا لهجن الشحانية على فوز الجزيرة. المركز الثاني خود لهجن الشحانية، المركز الثالث ظن أيضا لهجن الشحانية. الله 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 الله. إذن مشاهدينا الكرام، السيف شحاني.